إذا للحديث عن الانفلات الأمني في العراق وتجارة السلع غير المشروعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. سيادة العميد مرحبا بكم، ولكن سؤال الأول، على أي أساس تنتشر متاجر لبيع السلاح في العراق بهذا الشكل؟ سيادة العميد، هل هي مرخصة؟ هل تتبع الشروط القانونية لحيازة السلاح في العراق سيادة العميد؟ حياكم الله وحياكم. اهلا بك سيد الكريم. اخي، ما حدث ويحدث وما سيحدث هي جميعها مخرجات الاحتلال. انتشار متاجر السلاح بهذا الشكل العشوائي وان كانت مرخصه هي ظاهره سلبيه وتشير الى انتشار الجريمه بشكل واسع. هذا من جهه، ومن جهه اخرى وعدم ثقه المواطن العراقي بالدوله وسلطاتها وجهتها الامنيه يجب ان تكون من اولويات اهدافها وغاياتها وحمايه الفرد والمجتمع، لذلك الانتشار العبثي بمتاجر بيع السلاح دون رقيب او حسيب سواء المرخصه منها والغير مرخصه ودلاله على فقدان مفرده الامن الذي يشير الى فقدان الدوله بجميع مكوناته، وهي دلاله وبينه الى ان العراق اليوم يعيش في نفق امني مظلم وتحت بارود السلاح المبعثر. نعم. سيادة العميد، هذه الأعداد الكبيرة من حاملي السلاح في العراق، هل أثرت على المجتمع؟ لا سيما يعني نحن نسمع في كل نشرة إخبارية أن هناك نزاعات عشائرية. أخي، انتشار الأعداد الكبيرة من حاملي السلاح بالتأكيد أثرت تأثير كبير على مجتمعنا، فبعد غياب القانون الحكومي الإيجابي الذي يفترض أن يطبق على الجميع، بات اليوم القانون الفردي والقبلي هو الحاكم والفاصل في أبسط الخلافات المجتمعية، وهذا أمر مقصود ومخطط له سواء من الاحتلال الأمريكي والإيراني الذي يسعى لتمزيق المجتمع وتدمير كياناته وفق نظرية إشاعة الفوضى وفرض السيطرة. اليوم المجتمع العراقي يتعرض لأخطر تهديد من الداخل المتمثل بالأحزاب والميليشيات الولائية، وتهديد خارجي متمثل بإيران الشر ونظامها الإرهابي. سيادة العميد، يعني هنا كيف لحكومة أن تقبل بهذا السلاح الموازي الذي يضاف إلى سلاح الميليشيات المنفلت أصلا؟ يعني من المستفيد من كثرة الأسلحة بيد المواطنين؟ أخي الكريم، لا توجد لدينا حكومة مستقلة القرار قادرة على فرض القانون. نعم. ولا يوجد لدينا قائد يمتلك الإرادة ومقومات القيادة والولاء للعراق. جميع المسميات الحكومية هي من مخرجات هذه الأحزاب التي تنقسم بين ولائية للنظام الإيراني أو مستفيدة خامسة. لذلك لا يمكن لها أن ترفض جميع أنواع الأسلحة التي تضر الدولة والفرد والمجتمع، بما في السلاح الميليشاوي اللي هو أصلاً وسيلة سيطرة هذه الأحزاب المتوغلة في السلطات التشريعية التنفيذية القضائية. لهذا لا يمكن أن ينطبق مفهوم الدولة على العراق اليوم الذي لا يمتلك سلطة الدولة وإمكانية ممارسة السيادة الداخلية المتبرمجة. ولكن سيادة العميد، ولكن نعم، هناك محاولات من قبل السلطات الحكومية في ضبط السلاح المنفلت، هل كانت جدية بتصريحاتها؟ ولماذا تشهد مناطق بعينها هذه الحملات، حملات بأن تقوم بتجريد السلاح من بعض المناطق حصرا؟ أخي الكريم، لا يوجد سلاح منفلت، بل هناك سلاح متأملف محصن حكوميا ومحمي بقانون من صنع مافيات الحكومة، وهناك سلاح آخر فوضوي هو من مخرجات السلاح الميليشياوي. وإذا تكلمنا عن فشل محاولة السلطات الحكومية في ضبط السلاح، فأنا أقول للحكومة لا تحاول، بل تفرض القانون على الجميع وتعاقب من يخرقه. لكن العراق بعد الاحتلال فقد جميع ركائز الدولة في هذا السلطة الحكومية لشهوات التابعة لشهوات ومنافع الأحزاب المتأملشة منها والسائرة في فلك هذا النهج الأعوج. التصريحات الحكومية اليوم هي لغرض الاستهلاك الإعلامي فقط، وهم يدركون جيدا بأن سلطة السلاح الميليشاوي والفوضوي هم فوق سلطة الحكومة، ولهذا السبب أخي الكريم تغيير النظام المؤسساتي واجتذاب القانون وتنفيذ القضاء الذي يتم تطبيقه وفقا للأمراض الطائفية والتوجهات المريضة والأهواء الشخصية، كل هذا حدث ويحدث بعد أن وجد الأمر لغير أهله. مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي حدثنا من بغداد، شكرا جزيلا لكم.